ماشي يا اخويا ماشي. طول فيها صافي. زوج وأخ وصديق ورفيق وكل شي فيه الله يرحمه. عانى هذا في شي 9 شهور هادي هو كيعاني، والحمد لله كنا غير بقى ما عييتش، والله ما عييت. درنا مجهود ولكن الله بغاه، الله عطاه، الله بغاه، الله يرحمه. اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام. اليوم من قلب منزل الراحل عمر دغوش الفنان العظيم ومايسترو مجموعه تكاده. اليوم معنا اول خروج اعلامي للزوجه ديالو اللي فقدات رفيق الدرب ديالها بصعوبه، بس قدرنا نقنعوها انها تقاسم مع المغاربه الاحساس ديالها. عرفنا انه صعيبه خالتي الان انه نفقدوا اب المغاربه كاملين، فنان خلوق حنا كبرنا معاه وكبرنا على الفن ديالو. شنو تقدري تقولي للمغاربه في هذه المأساة اللي حلات بكم اليوم في هذا اليوم الحزين لاله؟ كيداع لكل شيء، كيداع المغاربة كلهم، ضاع علينا، ضاع المغاربة كلهم. الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. الله يرحمه، الله يثبته عند السؤال، راه كان زوج وأخ وصديق ورفيق وكل شيء فيه، الله يرحمه. لالا أمينة، عرفنا أنه هاد السنة كاملة دوزها في العلاج وتحت الأجهزة ديال التنفس، كيفاش تعلتي مع هاد السنة والأيام الأخيرة ديالو خالتي؟ عانى مسكين، عانى هذا في شي 9 شهور هادي هو كيعاني، والحمد لله كنا غير بقى ما عييتش، والله ما عييت، كنا غير بقى الله يثبتو عند السؤال. شي اللي غنقدر نقول لكم اخر الكلام اللي عندك مع المرحوم وصيته للبنيات ديالو؟ عرفنا انه عنده الابنه ديالو في اسبانيا. كان عاد في هذا المرض ديالو، كان تعايش معاه حتى نهار السبت دينا للبيطال، وهذا الشيء اللي كاين ما بقاش هضر كاع نهائيا. هذا الشيء اللي كاين. واخا كيفاش تلقيتوا الخبر هذا الصباح خالتي؟ ايوا راه صعيقه ماشي سهله. الحمد لله، انا لله وانا اليه راجعون. لالا أمينة، عرفناك كنتي رفيقة الدرب ديالو، كنتي معاه في الفن، كوبل اللي تبارك الله الجيران والحباب والعائلة كلهم كيقولوا ونعم الزوجة ونعم الأخلاق. كنتو واحد من الجيران تيقول لكم اللي جاب لي الورقة ديال الحز ديالي كان خونا، لا هو عمرنا سمعنا عيبهم. كيفاش كانت العلاقة ديالكم لالا أمينة؟ الحمد لله، زوج مع زوجة متفاهمين، ما عندنا حتى شي مشكل، اللهم لك الحمد، الله يرحمه. هادشي اللي كاين. عرفنا البنات ديالو، وحده في اسبانيا وحده في الرباط، كيفاش تلقاو الخبر وكيفاش انت تحاولي انك تسانديهم وتصبريهم ويصبروك؟ الله يصبرهم في الاب ديالهم، الله يصبرهم في الاب ديالهم. هادشي انه اب كان صديق ديالهم، وكان راه الصدمه ديال الاب اي واحد راه اللي مجربها راه عارفه. الله يوليه برحمه الله. وصيتو ليك اخر كلام بيناتكم؟ ما من نهار السبت ما بقاش هدر، ملي خرج من هنايا صافي ما بقاش دواء. انت كتقولي غير تحسن الحاله ديالو؟ هادشي اللي كاين. ديناه المحمد السادس. اييه، كيف قالوا لنا داكشي كاع اللي قالوا لنا حطيناه غير باش يعتقوه. الحمد لله، درنا مجهود ولكن الله بغاه، الله عطاه، الله بغاه، الله يرحمه، الله يثبته عند السؤال. لالا أمينة، شنو رسالتك للمغاربه اللي كيعجبوك في الزوج ديالك وكيساندوك في محنتك؟ ايوا اش غنقول لك، راه كلشي راه ديال كلشي، هو تيبغيو كاع الناس، هو ديال الناس كلها كبير وصغير، هو متواضع، هو ديال الناس وكاع الناس كتبغيه وكيبغيهم. الحمد لله، الله يرحمه، الله يثبته عند السؤال.
هادشي اللي غنقول لك. اللهم امين. الا اذا المتلين الكرام كما كتشوفوا بهذه الكلمات المؤثره، الزوجه لاله امينه، الزوجه ديال الراحل سي عمر، مصدومه بواحد الصدمه اكيد ما سهلاش فريق الفراق ديال رفيق الدرب ديالك. الله يصبرك لاله، وكنبلغوا لك تعازينا للاسره الصغيره والكبيره ديال المرحوم، وانا لله وانا اليه راجعون.